مرحبا مشتركي سبورانيت، باش نصلحلك من نموذج اخر من الفروض التاليفيه في ماده الرياضيات لتلاميذ سنه 9 اساسي. دونك نبدا بالتمرين الاولاني. لكل سؤال يتضمن اجابه واحده صحيحه اختارها. العدد القيمه المطلقه لاربعه الا جذر تربيعي ل 17، اذا كم يساوي؟ لهنا باش نعرف القيمه المطلقه لاربعه جذر تربيعي ل 17 لازمني نعرف اسكو هذا موجب ام سالب. اوكي، دونك اربعه هل هي اكبر، معناتها لازمني نعرف العلامه نتاع اربعه الا جذر تربيعي ل 17 ب جذر تربيعي ل 16 نورمالمون هو 4. اوكي، دونك لهنا انا نعرف انه 16 اصغر من 17، معناتها جذر تربيعي ل 16 باش يكون اصغر من جذر تربيعي ل 17، دونك معناتها 4 باش يكون اصغر من جذر تربيعي ل 17. لهنا باش نعرف العلامه، فوالا. دونك معناتها ال 4 الا جذر تربيعي ل 17 باش تكون سالبة. إذا القيمة المطلقة لأربعة إلا جذر تربيعي لسبعتاش يساوي إلا أربعة إلا جذر تربيعي لسبعتاشر، معناتها إلا أربعة مع جذر تربيعي لسبعتاش، ولا إذا الإجابة الصحيحة هي إلا أربعة مع جذر تربيعي لسبعتاش. السؤال الموالي، خمسة وعشرين على جذر تربيعي لخمسة قوة إلا ثلاثة، كم يساوي لهنا؟ دونك لهنا هي 25 في، كي نطلعها هذه الفوق باش تولي جذر تربيعي لخمسة قوة ثلاثة، أو 25 هي خمسة في خمسة في جذر تربيعي لخمسة قوة ثلاثة، أو خمسة إذا لهنا خمسة في خمسة هي جذر تربيعي لخمسة دونك قوة اثنين اللي هي خمسة في جذر تربيعي لخمسة قوة اثنين اللي هي خمسة في جذر تربيعي لخمسة قوة ثلاثة، دونك هذه باش تعطيني جذر تربيعي لخمسة قوة اثنين مع اثنين مع ثلاثة معناتها قوة سبعة، ولا إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم. المقترح الثالث، ولا باش نختار الإجابة بين الإجابة الصحيحة بين الإجابات، أو إي جي معين متعامد في المستوى، يعطيني إحداثيات النقطة أ والنقطة بي. النقطتين هذوما هل هما متناظرتين بالنسبة إلى أو إي ولا أو جي ولا أو؟ إحنا شنو عندنا؟ عندنا إكس أ يساوي خمسة، وعندي إكس بي يساوي خمسة، وعندي إجريك أ يساوي جذر تربيعي لثلاثة إلا واحد، وعندي إجريك بي يساوي واحد إلا جذر تربيعي لثلاثة. شو معناتها هنا؟ معناتها إلا إجريك أ. إذا النقطتين هذوما كيفاش باش يكونوا؟ أنا نفكركم في معين لهنا، عندي هذه النقطة أ بتبيع هذه الإي وهذه الجي وهذه الأو، إذا مناظرتها بالنسبة لأو إي اللي هي أ أولي، لهنا إكس أ إجريك أ بتبيع لهنا باش تكون إكس أ إلا إجريك أ. ومناظرتها بالنسبة إلى أو جي أ ثانوي، دونك باش تكون إلا إكس أ و إيكغريك أ، ومناظرتها بالنسبة إلى أو أ ثلاثة باش تكون إلا إكس أ إلا إيكغريك أ، فوالا. دونك إحنا في الفرضية متاع إكس أ عندهم نفس الإكس ولكن الإيكغريك اللي تختلف، إذا متناظرتين بالنسبة إلى أو إي. العدد ثلاثة جذر تربيعي لثلاثة في اثنين إلا جذر تربيعي لثلاثة يساوي، دونك لهنا باش نعمل نشر، باش تعطيني اثنين جذر تربيعي لثلاثة إلا جذر تربيعي لثلاثة في جذر تربيعي لثلاثة، إذا اثنين جذر تربيعي لثلاثة إلا ثلاثة، فوالا الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم. نمر إلى التمرين الثاني واللي هو تمرين مهم على ست نقاط. نعتبر العددين أ و ب، لهنا بين ان ا يساوي و ب يساوي، قلت لكم هذه تمرين كلاسيكي ديما يكون موجود في الاختبارات. دونك لهنا شنو عندنا؟ باش ننطلق من العباره ا، ا يساوي 2 مع جذر تربيعي ل 3 قوه 2. دونك انا لهنا باش نخدم بالقاعده اللي هي ا مع ب قوه 2 يساوي ا قوه 2 مع 2 ا ب مع ب قوة 2. دونك لهنا الأ هي 2 والبي هي جذر تربيعي لثلاثة، معناتها 2 قوة 2 مع 2 في 2 في جذر تربيعي لثلاثة مع جذر تربيعي لثلاثة قوة 2. دونك باش تعطيني هذه؟ باش تعطيني 4 مع 4 جذر تربيعي لثلاثة مع 3 اللي هي 7 مع 4 جذر تربيعي لثلاثة، فوالا هكا وصلت لها. وباش نشوف العبارة بي، دونك بي هي 3 جذر تربيعي ل 18 إلا جذر تربيعي ل 32 مع 7، دونك لهنا باش تعطيني 3 هو يحب يبين جذر تربيعي ل 2، جذر تربيعي ل 18، 18 هي 9 في ال 2 إلا جذر تربيعي ل 32، دونك 32 نجم نكتبها 8 في ال 4، أوكي، دونك إلا 8 في 4 مع
مع 7. ولا دونك باش تعطيني 3 في جذر تربيعي ل 9 في جذر تربيعي ل 2، الا 8 هي كيف كيف 4 في 2 معناتها 32 نجم تبع 16 في 2، دونك جذر تربيعي ل 16 في جذر تربيعي ل 2 مع 7. دونك باش تعطيني 3 في 3 في جذر تربيعي ل 2 الا 4 جذر تربيعي ل 2 مع 7. هذه باش تعطيني 9 جذر تربيعي ل 2 الا 4 جذر تربيعي ل 2 مع 7. دونك 9 الا 4 باش تعطيني 5 جذر تربيعي ل 2 مع 7. فوالا دونك هذه العبارة ب، واللي هو يحب يبينها انه 7 مع 5 جذر تربيعي ل 2 قارب العددين 4 جذر تربيعي ل 3 و 5 جذر تربيعي ل 2. دونك هذوما كيفاش باش نقررهم احنا هنا؟ عندنا زوز موجبين، دونك انا باش نجي نقارن 4 جذر تربيعي ل 3 قوة 2 باش نقارنها 5 جذر تربيعي ل 2 قوة 2. دونك 4 جذر تربيعي ل 3 قوة 2 باش تعطيني 16 في 3، اوكي؟ دونك هذيا باش تعطيني 3 في 6 18 و 3 في 1 3 مع 1 48 و 5 جذر تربيعي ل 2 قوة 2 باش تعطيني 5 قوة 2 في جذر تربيعي ل 2 قوة 2 اللي هي 25 في 2 دونك 50. لهنا عندي 5 جذر تربيعي ل 2 قوة 2 أكبر من 4 جذر تربيعي ل 3 قوة 2، وعندنا 5 جذر تربيعي ل 2 موجبة و 4 جذر تربيعي ل 3 موجبة، مهمة راكم تحطوها الملاحظة هذه. دونك 5 جذر تربيعي ل 2 أكبر من 4 جذر تربيعي ل 3. فوالا استنتج مقارنة ل أ و ب. دونك توا باش نجيو نقارنو أ و ب. ديجا احنا طلعنا مقارنة ما بين 5 جذر تربيعي ل 2 و 4 جذر تربيعي ل 3. دونك لهنا باش يكفي اني نقارن الأ و ب بيناتهم 7، لهنا زوج زائد 7. دونك انا عندي 5 جذر تربيعي ل 2 اكبر من 4 جذر تربيعي ل 3، معناتها 5 جذر تربيعي ل 2 زائد 7 باش تكون اكبر من 4 جذر تربيعي ل 3 زائد 7، اذا ب اكبر من أ. فوالا نعتبر العبارة سي يساوي 4 7 الا 4 جذر تربيعي ل 3، بين ان أ و سي مقلوبين. شو معناتها؟ معناتها يكفي اني نحسب أ في سي. دونك لهنا الا اللي هي 7 مع 4 جذر تربيعي ل 3 باش نضربها في السي اللي هي في 7 الا 4 جذر تربيعي ل 3. لهنا باش نخدمو بالقاعدة اللي هي أ مع ب في أ إلا ب يساوي أ قوة 2 إلا ب قوة 2. دونك باش تعطيني هذه؟ باش تعطيني 7 قوة 2 إلا 4 جذر تربيعي 3 قوة 2. دونك باش تعطيني 49 إلا 16 في 3 معناتها 49 إلا 48 فوالا دونك يساوي 1. إذا أ و ب مقلوبان، أ و سي عفوا مقلوبين. استنتج أن سي في بي، دونك باش يبين أنه سي في بي يساوي 1. بي احنا شنو عندنا لهنا؟ دونك عندنا أ و سي مقلوبين، معناتها أ في سي يساوي 1، أوكي؟ وأنا دونك عندي العبارة أ وعندي العبارة بي، هو يحب يبين أنه سي في بي أكبر من 1، دونك يحب يبين أنه سي في بي عفوا أكبر من 1. دونك أنا شنو عندي هنا؟ عندي سي هي 1 على أ، أوكي؟ دونك سي هي 1 على أ، معناتها لهنا وأنا نعرف إنه أ و ب قارنتهم العددين هذوما، أنا بينت إنه ب أكبر من أ، دونك عندي ب أكبر من أ، فوالا، دونك 1 على ب باش يكون أصغر من 1 على أ، اللي هي بالطبيعة الواحد على أ اللي هي سي، دونك 1 على ب أصغر من سي، معناتها ولا سي أكبر من 1 على أ، دونك سي من 1 على ب أكبر من 1 على ب، معناتها سي في ب باش تكون أكبر من 1. فوالا دونك هكايا نكون كملت التمرين الثاني وأمر إلى التمرين الثالث واللي هو تمرين في الهندسة. دونك نعتبر قطعة مستقيم أب قيسها 10 سنتيمتر. دونك لهنا باش نجيو ناخذوا الأدوات نتاعنا وباش نعينوا قطعة المستقيم قيسها 10 سنتيمتر اللي هي أب. فوالا فوالا دونك لهنا عين ام و ان من بي ا حيث او ام على 3 يساوي ام ان على 2 يساوي ان بي على 1. دونك الام والان باش يكونوا موجودين من بي ا، عطيني لهنا رابور انه ام على 3 يساوي ام ان على 2 يساوي ان بي على 1. دونك احنا باش نعينوا النقطتين الام والان مع مراعاه هذه العلاقه.
دونك هذا موجود كيفو في الكتاب المدرسي. دونك لهنا شو معناتها؟ معناتها الابعاد ام وام ان وان بي متناسبه طردا مع 3 و2 و1، اذا مجموعها متناسب مع 3 مع 2 مع 1 اللي هو 6. معناتها ام دونك لهنا قلنا متناسبة طردا لهنا مع 3 و 2 و 1 ولا، وفي الكتاب عطيكم بالعكس. دونك ام على 1 يساوي ام ان على 2 يساوي ان بي على 3، عكس هيك في الكتاب راه عطيكم لهنا نفس التمرين، ولكن في الكتاب عطيكم هكا، عطيكم ام على 1 مع ام ان على 2 يساوي ام ان على 2 يساوي ان بي على 3. فوالا جوست عكستلكم هذوما زوز. دونك اذا كان انتم ما فاهمينش معناتها التمرين ما تخافوش. دونك لهنا باش تعطيني ام على 3 يساوي ام ان على 2 يساوي ان بي على 1. اوكي دونك شو معناتها؟ معناتها ام مع ام ان مع ان بي كلها على 6 يساوي ا بي على 6. فوالا دونك لهنا شنو معناها؟ معناها ام يساوي دونك على 3 يساوي ا بي على 6، معناتها ام يساوي 3 على 6 ا بي معناها ا بي على 2. فوالا و ام ان يساوي 2 على 6 ا بي معناتها ا بي على 3. و ان بي دونك لهنا ان بي عندي يساوي ا بي على 6. فوالا دونك انا تو سامبلومون باش نجي انا ال ا بي نقسمه على 6 ونحاول نحط، والا ديريكت عندي ام يساوي ا بي على 2. دونك معناتها الام باش تكون منتصف ا بي، و ام ان يساوي ا بي على 3، و ان بي هي ا بي على 6. اوكي دونك لهنا باش نجي نقسمها ال ا بي فعلا على 6. فوالا تجزئة المستقيم لهنا شفناها برشا مرات. فوالا دونك هذه الجزء الأول، ثاني، ثالث، الرابع، الخامس، والسادس. قلنا إنه أم هي 3 على 6 أ بي، دونك لهنا 1 2 3 فوالا باش تكون هنا اللي هي في المنتصف، و أن بي هي أ بي على 6. دونك ان بي معناتها باش ناخو ا بي على 6. دونك فين باش تكون؟ لهنا ا بي على 6 باش تعطيني نقطة ان، و ام ان هي ا بي على 3. ديجا لهنا ا بي على 3 معناتها باش ناخو ا بي على 3 معناتها زوز لهنا. اوكي معناتها 2 على 6 ا بي. فوالا دونك هذه هي الام ان 2 على 6 كاني خذيت زوز ترونشيت. فوالا دونك السؤال الموالي احسب ام و ام ان. دونك لهنا باش يحسب الام كم يساوي والام ان كم يساوي. قلنا احنا انه الام هي ا بي على 2 معناتها 5. دونك ام يساوي ا بي على 2 يساوي 5 سنتيمتر، و ام ان دونك هو ا بي على 3 اللي هو الام ان معناتها 10 على 3 سنتيمتر. اوكي دونك هذا هو الام ان. فوالا هاو كان هنا 10 على 3 معناتها حسب التقريب دونك 3 فاصل. فوالا دونك فوالا دونك هكا نكون كملت التمرين الثالث وامر الى التمرين الرابع. دونك شنو هو فيه التمرين الرابع؟ هو تمرين في الهندسه كما مستنسين نخدمه. دونك عندنا هنا مساله صغيره، نعتبر المثلث ABC متقايس بالعين قمته الرئيسية A ود مناظرة C بالنسبة إلى A. ابني المثلث BCD قائم الزاوية. دونك لهنا باش نحط المثلث نتاعي اللي هو متقايس الضلعين في A. قمته الرئيسية A، دونك هذه B وهذه C. باش ناخو الضلع كيف ما يجي، دونك أنا باش نحاول ناخو من هنا 3 سنتيمتر. نجم نطولو فات نجم فوالا. دونك هذه هي الأ، ودي مناظرة سي بالنسبة إلى أ. دونك أ سي هي بيتها أ دي.
ابني المثلث بي سي دي قائم الزاوية. دونك بي سي دي فوالا هاكا ديجا حاطينها، دونك مثلث قائم الزاوية هذا هي المثلث نتاعنا. كي باش يكون بالطبيعة قائم الزاوية في بي. الموازي لي ا بي والمار من دي يقطع بي سي في او. دونك الموازي لي ا بي والمار من دي، هنا باش نجي نعمل عمودي على ا بي باش نجم نصور الموازي، معناتها باش ناخذ عمودي على هذا العمودي ويمر من دي. فوالا دونك باش تكون هكايا المستقيم تاعنا تقريبا. يقطع بي سي، دونك بي سي نحاول نطول فيها من هنا. فوالا يقطعها في او او، هذه النقطة او. اثبت ان بي منتصف او سي، دونك يحب يبين انه بي منتصف او سي لهنا، دونك معناتها بي سي هي بيدها بي او. اوكي دونك احنا شنو عندنا لهنا؟ عندنا انه هذوما زوز متوازيين، معناتها ال دي او موازي لي ا بي، و ا هي منتصف بي سي. شو معناتها لهنا؟ معناتها دي نجم ناخو انا دي ا على دي سي يساوي او بي على او سي. هاكولي طاليس لهنا، نتوما بالطبيعة في طاليس تبقوا التمشي الكامل، هذوما متوازيين و يتقاطعان في سي. دونك دي ا على دي ا على دي سي بالطبيعة مشي واحد على اثنين يساوي او سي، يساوي قلنا او بي على او سي. دونك لهنا بالطبيعة او بي يساوي اثنين او سي، اذا بي منتصف او سي. فوالا المستقيم ا او يقطع دي بي في او، اذا ا او هاكا يقطع دونك دي بي في نقطة او لهنا. اذا السؤال لهنا، ماذا تمثل او بالنسبة للمثلث او دي سي؟ او دي سي هاكا لهنا هو عنده انه او المستقيم ا او، دونك هذا المستقيم ا او يقطع دي بي في او. اذا هو يحب يعرف او ماذا تمثل بالنسبه في المثلث او دي سي. دونك هذايا بالطبيعه باش تكون هي مركز الثقل، بما انه ا هي منتصف دي سي، دونك هي تربط الا بالمنتصف، بما انه بي هي منتصف او سي، اذا او مركز ثقل المثلث او دي سي تو سامبلومون. اوكي بين ان دي او على دي بي، دونك دي او على دي بي يساوي 2 على 3 لهنا. دونك نجم باش نطبق طاليس لهنا، وبالطبيعة هي القاعده نتاع مركز الثقل، ولكن انا باش نطبق طاليس فمش يعطيني طاليس بما انه هذوما زوز متوازيين. اذا هو يحب يبين انه دي او على دي بي، اذا دي او على دي بي يساوي ا او على ا او. فوالا ا او على ا او يساوي ا بي على دي او. اوكي دونك احنا شنو عندنا لهنا؟ ال ا او وال ا او، وعندي دونك ال ا بي نعرفها معلومه، وال دي او. فوالا دونك هذه هي دي او. دونك لهنا اوبيا هو قال لي استنتج بما انه هو مركز الثقل، دونك ديريكت بما انه او هو مركز الثقل، دونك دي او يساوي 2 على 3 دي بي. فوالا دونك دي او يساوي 2 على 3 دي بي، معناتها دي او على دي بي يساوي 2 على 3. اوكي فوالا دونك لهنا بينتها اوبيا استنتجتها كيما هو يحب استنتج. السؤال الاخراني يبين انه سي او يقطع او دي في منتصفه. دونك احنا شنو عندنا؟ بما انه او هو مركز ثقل المثلث، دونك باش يكون يقطع الضلع المقابل في المنتصف. اوكي دونك هذه باينه خاطر القاعده نتاع مركز الثقل. اذا كان ا بي سي، دونك احنا عندنا او دي سي مثلث اي وجي وكا منتصفات، دونك لهنا على التوالي وجي مركز الثقل، معناتها يتقاطعوا في مركز الثقل. اوكي دونك لهنا بما انه او هي مركز الثقل، الور سي او باش يقطع دي بي في المنتصف. كي نكون كملت نموذج اخر من الفروض التاليفيه في ماده الرياضيات للتلاميذ سنه 9 اساسي. انتم كان عندكم اي استفسار، ما عليكم كان تتصلوا بصبورة نت.